مفوت لمحلات ممكن ما حد يفتلة. يعني أفوت شقة وضع محل خاصة اللي فيه ردم أو أنقاض أو أبو في مشكلة دائما. لذلك بدنا نكون كتير حريصين بالموضوع، حريصين على حالنا وحياتنا، ومعنا دائما حقيبة إسعافية، وفي باص دائما ناطرنا من الشركة تحت، صار أي إشكال فورا نتصل فورا لأي شيء. الحمد لله لحد هلا الأمور سليمة. هجرنا طلعت لفوق طرطوس على السودا، ايه ضلينا شي 6 سنين، وبعدين رجعت هلا الي 3 سنين. بس بيتي اجت القذيفة فيه، مع انه اول بلكون، ما بقي غير السقف والعواميد. هلا مستأجرة جنب بيتي وعم احاول صلحه. انت من سكان الحي بالحميدية؟ ايه. قد ايه لك هون ساكنه؟ من اول ما فتحت الحمدين. وقت صارت الحرب وين رحتوا؟ رحنا على فيروزه. قد ايه سكنتوا هنيك؟ 8 سنين. وقت فتحت الحمدين رجعنا. ما خفتوا ترجعوا والبنايه شبه مهجوره؟ نعم. شو اللي خلاكي ترجعي؟ بيته الواحد. البيت كتير بده شغله، بده مصاري، والصعب يعني شوي. قد ايه متضرر البيت؟ متضرر كتير. ما ضال في شيء، يعني شبابيك، ابواب، كهرباء، بلاط، مي، يعني كل شيء بيلزم من البيت. قد ايه عمرك هلا عم انت؟ انا مواليد 64. 64 سنة، يعني هلا مواليد 64. هلا اذا نقول عمرك 59 سنة تقريبا، انت عندك امل برجعة حمص مثل ما كانت؟ يعني انت كل يوم عم تنزل وعم تكتب بايدك، وكل عمود بعمود، وعندك امل برجعة العمار هذا اللي عم نشوفه؟ ايه اكيد. شو اللي بيخلي عندك هذا الامل؟ عم شوف الناس كيف عم تشتغل وترمم لحالها. في بالوعر بناية تقريبا 90% هن رمموا، يعني حتى اضرار كتير كبيرة وهن رمموا لحالهم. يعني طبعا دراسة انشائية وسلامة انشائية مع النقابة، وكله رمم لحالهم. إذا نقول بمدينة حمص، يعني شايفة هلا الخراب هيك قدامنا، قد ايه عدد الأبنية اللي قابلة للانهيار خلينا نقول؟ صعب كتير هذا السؤال. هلا نحن بالعقد بتصور معنا شي 140 مبنى، 138 تقريبا درسنا 40، في منهم شي 5 أو 4 للهد. صار شيء هيك مرة معكم موقف غريب أو جسم غريب تعرضتوا له خلال التمشيط؟ الحقيقة زملائنا اضطروا يفوتوا على بايكة غنم، يعني انطمسوا شيء ربع متر نص متر. وبعدين أحيانا حيوانات فاصلة ممكن، في محلات ما قدرنا ندخلها، عملنا فيها تقرير ما قدرنا ندخلها. يعني يا أما شو السبب بيكون؟ العتم يا أما أنقاض كبيرة ما في مجال تدخل لجوا، يا أما عتم هائل ما فينا نضوي، يعني بدنا شيء بروجكتورات ضخمة جدا نقدر نشوف. والسبب الثاني الانهيارات الضخمه اللي ممكن ما في صعوبه ما فينا تدخل. احنا عجيتين المنطقه اللي قايل للسقوط ما بقى فيه لنا فايده، يعني احنا بنحدد لها زون بنقول هلا خاص هاي للهد، لا يمكن منصور من بعيد لان لا يمكن تقرب صوبها. عم تقدروا تعرفوا هاي البيوت مين اصحابها الاساسيه؟ ايه هلا مو دائما، في مثلا بالحميدية هون معنا الأستاذ غسان، هو بيساعدنا لأنه بيعرف المنطقة، فبنحاول نتواصل مع أكثر حدا بيعرف المنطقة. أول ما جيتوا على البيت كان كتير متضرر؟ طبعا صلحنا اللي بنقدر عنه. حدا ساعدكم بهي التصليحات ولا منكم كانت؟ لا هلا نحن الحمد لله ما كتير في يعني كان ضرر مثل غيرنا، يعني الحمد لله يعني قدرنا. ما مفكرة ترجعي بعد فترة؟ إن شاء الله إذا الله يسر ورد لنا الخير إن شاء الله. يعني إذا حدا ساعدنا بالبيت، إذا توفر المبلغ، يعني المبلغ كبير. طبعاً أنت عم تحكي بيت كامل. بيت كامل، بتعرف هلا الوضع كله غلا وكله مواد البناء غالي. كيف طيب هي التقديم على الجمعيات حتى كل العالم تصير تعرف؟ قدمنا طلبات وبياخذوا معلومات عن العيلة وعن كل شيء، وبيقدموا طلب وبيشوفوا الوضع وبيطلعوا بيشوفوا. اي وبعد فترة اجى الرد، يعني ساعدونا في سقف معين. اي ماشي الحال يعني، بس اسا بده كتير، لانه انا يعني ما بس انه مثلا الفرش،
وراح كل الحيطان، يعني ما في شيء، حتى بلاط ما في. كم مرحلة هلا فيه هي للدراسة بتصير؟ أول شيء الميداني، بعدين المسقط، لأنه أغلبية يعني 90% ما معنا مسقط، نرفع من أول وجديد، وفي عنا صعوبات كيف إنه مسكر ما مفتوح، بدنا نطلع مثلاً هون بهذا المبنى اضطرينا نقيس ناخذ قياسات الجهة اليمينية من الطابق الرابع والجهة اليسارية من الأبو، فمنعدل الأبعاد حسب أي مسقط. في شوية تباطؤ من الجهات العامة، يكون في شوي أكثر مساعدة، أكثر شغل، في شوية تباطؤ بس في سعي بنفس الوقت. طيب هلأ أنا عم شوفك هيك عم ترسمي المخطط وكذا، وين المخططات الأساسية لهي المباني بمدينة حمص؟ هلأ بدك تسأل بلدية، هنن يعني بيعرفوا. نحن حاولنا نتواصل معهم بس عطونا اللي بيقدروا يعطونا إياه، والباقي ما بعرف إذا بياخد وقت أو ما موجود أو ضايع أو محروق، تعرف يعني. هلأ مثل شركتنا ثلاث ارباع المشاريع وهدول كلها انسرقت وانحرقت، ففي شغلات عم تنعاد من اول وجديد. من هاي الاعشاب صرنا ناكل نطبخها وناكلها الفتره الاخيره، ومثل ما قلت لك يعني الحصن القديمه فيها بيوت عربيه كثير، وكل بيت عربي فيه بير مي، فهالبير كنا نطالع منه المي بالمضخات اليدويه. وصل حاله التسمم من هاي المي؟ بالنسبه لي كنت اغليها على الحطب لانه كان ما في وقود، اغليها ورقدها وانشربها، والحمد لله ما صار شيء. شو أكثر شيء بيخليك تبقي أو ترجع إلى حي الحميدية بعد ما شفتي الأسم منه مثل ما بيقولوا؟ بلده الواحد، يعني حارته، حياته. ما بتضايق من الذكريات الصعبة اللي مرت بيها؟ أكيد الواحد ليش علي لعت من سنين يعني. يلا إن شاء الله بنقول الأحسن، إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يا خالد. إن شاء الله الأمور لتحسن لسوريا كلها. إن شاء الله. كل العالم رجعوا هلأ. وفيها كل شيء، مخدمين من كل شيء، يعني رجع السوق هو أهم شيء، يعني الخبز، اللحمة، الخضرة، وأرخص بكتير. يعني هلأ اللي طلعوا لبرا إذا ما عن شوية مصاري خلصت. في خطط كثير للمساعدات والترميم والقصص هاي، بس يعني ما بدنا ننظر للامر من هالزاويه بالذات، لانه اللي بحب بلده وبيقدر يعيش فيه بخيمه او على الارض ببلش شوي شوي، فما يعني الحجر بيتعمر اكيد، ما انها كثير هم الحجر ابدا، بس نحن عم البناء الاساسي هو بناء الانسان بكل ما يعنيه الكلمه من معناه. خالد شو بتقولي لكل حدا خايف يرجع على الحميديه اليوم؟ يرجع، انا ما في احلى من الحميديه. وما في أحلى منك. تسلم يخليك يا رب. هلأ رجع يعني كل شيء بترجع. إيه مرحبا، كيفك؟ إنه بعرفه من زمان، شايفته.